معلومات وحقائق عن عارضة الأزياء كايا جربر. كايا جوردان جربر عارضة أزياء وممثلة أمريكية من مواليد 3 سبتمبر 2001، وهي ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ورجل الأعمال راندي جربر، المتزوجان منذ عام 1998، ولديها أخ شقيق يكبرها في السن اسمه بريسلي جربر، وهو مصور وعارض أزياء. يعتبر والدها راندي جربر من أهم رجال الأعمال ومؤسس شركة الحياة الليلية التي تسمى منتصف الليل للنفط، ومؤسس مجموعة جربر للأعمال، بالإضافة إلى امتلاكه العديد من المطاعم والصالات والبارات ضمن كافة أنحاء العالم. والدتها سيندي كروفورد من أهم رموز الموضة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث تعاقدت للعمل مع أفخم الماركات التجارية العالمية مثل شانيل وكريستيان ديور ورالف لورين وغيرها. بدأت كايا جربر حياتها المهنية ضمن شهرتها في عالم الأزياء عندما كانت في سن 10، كان ذلك عام 2011، كما ظهرت على غلاف العديد من المجلات الشهيرة عام 2017. تربط كايا علاقة قوية ومميزة مع والدتها سيندي كروفورد، حيث كانت الابنة الصغيرة لها وقريبة منها دائما. قالت كايا عن والدتها: أمي هي أروع وألطف شخص في العالم، وهي صديقتي المفضلة. عملت كايا مع فوغ باري للعطور للمرة الأولى ضمن إصدار فبراير 2018، وكان أول حدث كظهور منفرد لها، بالإضافة إلى ترأسها لحملة ترويجية للعطر. ظهرت كايا على شاشة التلفاز كممثلة للمرة الأولى ضمن فيلم تلفزيوني درامي اسمه مدن شقيقة للمخرج جون إيثرلي عام 2016، كما ظهرت أيضا ممثلة ضمن فيديو كليب موسيقي بعد ذلك. تنتمي كايا جربر إلى عائلة ثرية جدا، حيث تبلغ ثروة والدها أكثر من 500 مليون دولار أمريكي، كما تصل القيمة الصافية للإيرادات الخاصة بها إلى حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي بحسب إحصاء عام 2019. ارتادت نجمتنا مدرسة ماليبو الثانوية، كانت مولعة منذ الصغر بالتسوق وحب الموسيقى، إلا أنها أنهت دراستها الثانوية عن طريق الإنترنت بسبب انشغالها بالعمل والتصوير منذ سن 13. تعتبر كايا شخصية إعلامية مرغوب بها، حيث تتميز بقوامها الرشيق وطولها المميز، يبلغ طولها 176 سنتيمترا ووزنها 55 كيلوغراما، حيث قالت بأنها تتبع نظاما غذائيا نظيفا للحفاظ على رشاقتها رغم حبها للكثير من الطعام وخاصة المعكرونة. وقد صرحت بأن لديها نسبة أيض عالية في جسمها تساعد على حرق السعرات الحرارية، وذلك بسبب جيناتها الوراثية. عانت كايا من تنمر أصدقائها في المدرسة عليها بسبب طول ساقيها الملفت للنظر، كان هذا الأمر يؤثر في ثقتها بنفسها، إلا أنها تأقلمت معه وتجاوزت هذه المرحلة
وأدركت أن طولها وتميزها هما سبب شهرتها ووصولها إلى ما هي عليه اليوم. جمعت كايا علاقة صداقة رومانسية مع صديقها السابق جوردن باريت، وشهد في باريس معا عام 2017، إلا أنهما لم يصرحا عن ارتباطهما الرسمي، كما اعتادت نجمتنا على قضاء الوقت مع صديقها ترافيس جاكسون، إلا أنهما يحاولان أيضا الابتعاد عن كاميرات المصورين والحفاظ على الصداقة التي تربطهما دون فقدان الخصوصية. لم يرغب والدها في إدخالها مجال عرض الأزياء، إلا أن مظهرها الساحر وشخصيتها المميزة لم يبعدانها كثيرا عن الشهرة وأغلفة المجلات، فبدأت بعرض ملابس الأطفال منذ الصغر ضمن أهم الماركات العالمية، كما ظهرت في الكثير من المجلات النسائية حيث تم اعتبارها وريثة للجمال الرئيسي والمميز في التسعينيات. تهتم كايا غيربر بالرقص والهيب هوب منذ صغرها، وهي مولعة بذلك وتعتبر الهيب هوب من أفضل هواياتها، حيث ارتادت دروسا لتعلمه، وتقول بأنها لا تتخيل نفسها وشخصيتها دون هذه الهواية، كما يعتبر العزف على الجيتار من هواياتها الأخرى أيضا. حاولت والدتها إبعادها عن الأضواء وعرض الأزياء إلى حين بلوغها سن 18، إلا أنها لم تستطع، وإنما حافظت على نوعية العمل الذي تقدمه ابنتها، فلم توافق الوالدة أبداً على أن تعرض ابنتها كايا أي ماركة ملابس داخلية أو أن تظهر بلباس غير لائق. صرحت كايا غيربر في إحدى المقابلات أنها لم تكن تتفهم طبيعة عملها بشكل كامل عندما بدأت في سن صغير، كما قالت أنها عانت من الإحراج الكبير عند بداية عرضها للأزياء ومشيها على منصات العرض، كما إنها لم ترغب أبدا في أداء الكاريوكي، وقالت في تصريح عام 2017: أنا أسوأ مغنية. تهتم كايا غيربر بالوشوم وتعشقها، حيث قامت بنقش عدة وشوم على جسدها، منها ما هو مميز مثل وشمها لرقم 23 فوق مرفقها، ووشم على شكل قلب أحمر وملاك على صدرها، وقد أضافت بأن وشومها صغيرة وبسيطة في تصميمها، إلا أن كل وشم لديها مرتبط بذكرى تعني لها الكثير. تحب كايا غيربر القراءة والمطالعة، وغالبا ما يشاهدها الناس وهي تحمل معها كتابا حتى أثناء تصويرها لأسبوع الموضة، كما قالت بأنها تتوق إلى إطلاق نادي للكتب عبر تطبيق إنستغرام المحبب لها. تحب كايا غيربر الحيوانات كثيرا، وقد نشرت صورا عديدة على إنستغرام لكلابها المحبوبة وجت وشوغر، كما أضافت بأنها تتمنى أن تحصل على ثعبان يسافر معها خلال عملها، إلى جانب أنها تميل كثيرا إلى حب السلاحف. كانت هذه مجموعة من المعلومات والحقائق عن عارضة الأزياء الشهيرة كايا غيربر. اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم بهذه النجمة، وهل لديكم معلومات أخرى تكشفون لنا عنها؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا النقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. أما إذا أردتم مشاهدة المزيد فاختاروا أحد الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.